إذا وجدت آيات قرآنية أو أدعية وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى مكتوب في الأوراق، فهل لي أن أحرقها أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. من وجد آيات قرآنية مكتوبة أو من أوراق نسخة متمزق أو وجد أدعية فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليه أن يرفعها وأن لا يتركها تمتهن أو تعرض للإهانة، فيجوز له أن يحرقها أو أن يدفنها أو أن يضعها في مكان يحفظها من الامتهان، المهم أنه لا يتركها، وإذا أحرقها فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.